أيهن الكرام، تحياتي لكم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحكي لكم واحد القصة زوينة ونتمنى باش تعجبكم، وهي راه واقعية، والإخوة اللي كيتفرجوا اللي بغى يعتبرها واقعية واقعية، واللي بغى يعتبرها مجرد بحاجة يعتبرها مجرد بحاجة، لأن فوقاش ما كنحكيو شي قصص واقعية ما كنشجعوش، لأن كيكونوا قصص اللي ما كيتصدقوهمش الناس، وهذا هو الجمال ديال القصة، من القصة كتكون غريبة وما كتدخلش المخ ديال الإنسان. هالقصة هذه ديال واحد السيدة ربي عطاها واحد الجمال، واحد الزين تبارك الله بحال القمر كما كيتقال بالدارجة. هي تلمسانية من مدينة تلمسان. ملي كانت صغيرة من عمر ديال 15 سنة 16 سنة كان باها عنده محلبة، وكان متصاحب مع داك مول الضيعة، داك مول الفيرما اللي كان يبيع له الحليب لباها، كان عنده محلبة وكان يمشي على واحد الفيرما يبيع لهم الحليب. وكانت البنت ديالو تمشي خطره مع هذيك الفيرما وتعرفها، تعرفوا مع هذيك الفيرما ولاو اصدقاء. الا ان القصه هنا فين غادي تبدي، ان هذاك مول الفيرما عنده غير وليد واحد، هذاك الولد واحد اللي عنده كان عايش مدلل، كان عايش مدلل وكيرهق، والبنت كترهق. تلاقاو في الفيرما وقع لي وقع، حملت منه. الوقيته اللي حملت منه كان باين الولد كيبغي هذيك البنت بزاف، لانها كانت مربيه ومخلقه وزوينه، وعرف ان الولد ديالو هو سببها، لان البنت في عمرها 15 سنه تقريبا والولد في عمره 19 سنه، يعني عرف باللي داك الشيء كان خطا ديال ولده. اش ديال الباه؟ حتى الباه كان انسان طيب ومزيان، لان التلمسانيين تبارك الله عليهم كانوا ناس معروفين بالطيبوبه ديالهم والاخلاق ديالهم الحميده الى اخره. مشى قال بلا ما نفضح هاد البنت بلا والو، باها صاحبي بلا ما نقولها له، يلا نلعبوا خفيف نزوجوهم. مشاو لعبوا خفيف ذاك السيمانه، زوجوهم، داروا لهم العقد، داروا العرس، فرحوا، ضحكوا، لعبوا الى اخره. البنت فرحت، هو فرح، مشات الدنيا بخير وعلى خير. وهذيك البنيه كانت حملت، عاشت هي والزوج ديالها مزيانين، باها ولا مزيان، العائله مزيانه، تهلاو فيهم. مع ذاك مول الفيرما عنده وليد واحد، وهذاك مول المحلبه عنده غير بنيه، شو سبحان الله العظيم، غرائب الصدف كي تجي دايرين، ولا اسره وحده، الضحك واللعب وداكشي، ولا كلشي ديال هذا وكلشي ديال هذا. فات واحد العام، المهم فات واحد 9 شهور ولا 8 شهور، لان حنا كانت حملت مرات شهر. المهم ولدت هذيك السيده واحد الوليد، ملي ولد داك الوليد تبارك الله العظيم حتى هو زوين وزوين وكيشبه لمو بزاف، وكانوا فيه جوج سبحان الله. النهار اللي تزاد فيه واحد العلامه في الكتف ديالو اليمنيه، دايره بحال القلب، واحد التوحيمه، ماشي توحيمه، علامه، المهم كيقولوا توحيمه بحال القلب، ونفس التوحيمه ونفس الديكور ونفس الحجم جايه تحت الفخر ديالو، يعني جوج ديال العلامات الفخر ديالو. مو بقات دائما كتستانس معاهم، كتنعسو، كتخرف فيهم الى اخره، بقات مسجله في راس ديالها. مشات واحد المده معينه، مات الاب ديالها والام ديالها، الولد عنده عاد 3 سنين، يعني المهم فات الولد دار 5 سنين، مات جدو مول الفيرما، وماتت تمو كذلك، بقات عايشة غير هي والزوج ديالها في هذيك الفيرما، وعارفة باللي الزوج ديالها باللي خالتو عايشة في شي مدينة في فرنسا، ما عارفاش فين، هي اللي عنده، بقات له غير خالته. مشات أيام، جات أيام، وقع مشكل ما بينه وبين ديك السيدة، واحد المشكل خطير. هاد المشكل اللي وقع خلاها تكره وديكوتي وما تحملوش، لدرجة أنها لقات الزوج ديالها في حال تلبس مع شي وحدة، في حال تلبس كرهت وديكوتات وتعصبات ومرضات، ما في يدها غير سمحت في الحب والتبن، ومشات خوات البلاد، خلات الولد ديالها مولا 5 سنين. خوات البلاد مشات لتونس، بقات تما في تونس، كانت شوية تما الظهر نهار شي أصدقاء منا ما قال منا، شات الأقدار، تعرفت مع واحد تونسي تمايا، تزوج معها، مشاو عاشو في مدينة ميلوز فرنسا، لأن الوقيته اللي مشات من عند الزوج ديالها ما بغاش تولي، والزواج اللي تزوجوه تزوجوه في ميلوز، تزوجو بعقد فرنسي، رغم أنها هي ما كانش متلقة من الأول، مشات تزوجت بعقد فرنسي، تزوجو، يعني حتى ولد 3 الوليدات كبروا ولاو لاباس عليهم. فات واحد المدة، من بعد داك واحد المدة ديال 30 سنة ولا مور داك الزواج، وليداتها كبروا، عاشوا في مدينة، عايشين في ستراسبورغ،
استاصبر كل واحد فاش خدام. هذاك الزوج ديالها التونسي توفى، بقيت عايشه بوحدها، ورثت داكشي من الزوج ديالها، واحد سوبر مارشي ولا شي محل ديال التجاره كبير في ميلوز، بقات في قريب الميلوز، بقات كتبيع وتشري ودير لاخره، ولات حتى هي دارت الكوميرس، ولات لاباس عليها. الاخت كتفكر الابن ديالها وقلبها محروقه، ولكن فات عليه 30 سنه ولا 35 سنه ولا 40 سنه ديال الغياب، بحال اللي نسات، ما نسات. بقات كترفض الحد في وليداتها دوك الثلاثه، وليداتها تزوجوا، وهي كانت حكيمه، كانت حكيمه لدرجه ان كانت التجاره ديالها ناجحه، كانت ام المشاكل، اللي عنده شي مشكل في الناس اللي عايشين في الجاليه المغربيه اللي عايشه تمايا، الا كيمشيو عندها كتعاونهم ماديا ومعنويا. كانت شريفه، كيلغاو لها غير امي الصافيه، رغم ان هذه كلمه الصافيه دارت هي اسم مستعار، بدلت الاسم ديالها ولات صافيه، كان عندها اسم كلمساني ولكن بدلته امي الصافيه. كانت امي الصافيه اللي عندها مشكل تمشي عند امي الصافيه، اللي ولدته ما عندهاش امي الصافيه، اللي ما تمشي واحد بشي امي الصافيه، كلشي امي الصافيه. كانت بحال شي جمعيه خيريه، الناس كاع كيبغيوها. دارت واحد، وصلت تقريبا 60 سنه، اذا وصلت ل 60 سنه، يعني بقات تفكر انها ما بقى لها غير، بقات كتخدم، كانت متدينه تخدم غير الاخيره ديالها. واحد النهار فكرت، قالت انايا راك عارف هاد العادات والتقاليد حنا عندنا في العرب ديالنا، في حنا مغاربه ولا زي توانسه، كنقول ما عندي حد، كاين كبر شكون اللي يكون بيا. عندها ثلاثه الوليدات، قالت انا، هي كانت حكيمه، قالت انا غادي نجرب وليداتي، عندي من غادي نمشي، وعندي من غادي نخليه وصي على هاد الشيء اللي عندي. كان عندها املاك في ميلوز، عندها سوبر مارشي، عندها هادي. مشات عند واحد الولد، ما كانوش يجيو عندها، كانوا عايشين بوحدهم في ستراسبورغ وهي عايشه في ميلوز، ما كانش شي زياره، هي اختار تمشي عندهم. واحد النهار قررت باش تجرب العرايسات ديالها، صديق او لا تصدق، هنا بيت القصيد. مشات النهار الاول عند الولد الكبير، باتت عنده، جلست معاه، باتت عنده، تهلاو فيها وكلوها شربوها، خرجوا حوسوا الى اخره. في الليل جابوا لها البيت ديالها، فرشوها. هي الصباح اش دارت؟ شدت واحد القرعه الماء خواتها في الفراش، على اساس انها بالت على سروالها في الفراش. انها الصباح جات مرت ولدها، قالت لها، قالت لها سمحي لي راني بكذا وراني كذا كذا. ديك مرت ولدها واجهتها بواحد الاسلوب شويه، لان حتى هي عرفت الكوبيرتات جداد والفراش جديد وداك الشيء، ونفخت هي تقريبا يطرد الماء تمايا، هي خواته غير باش تجربها، بحال اللي شويه تعاملت معها بواحد الاسلوب غير لائق. ما كان مشكل، دوزت ذاك النهار معاهم العشيه، مشات عند ولدها الثاني الوسطاني، باتت عنده، كانت عنده واحد النهار كذلك، ودارت نفس القصه. الصباح رمات الماء عاوتاني في كذا، ونهار عروستها، الاشاره العروسه الاولى كانت مغربيه، لان ولدها كان زوج مع وحده مغربيه، العروسه الزوجه كانت مغربيه حتى هي كذلك، هزت مع بعض الاسلوب جاف، قالت لها كذا، قالت لها كوغي قلت لي ندير لك ميكا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، مع احتراماتي للمغربيات، هذه راه قصه من الواقع. ناضت دارت فيها، قالت لها كوغي كذا كذا، مع ندوك الطبيب وقولي لنا ندوك ليكوش ولا هادي ولا هادي السيده، عرفت قالت هادي ما تصلحش. مشات غدا ليه، مشات عند ولدها الصغير كاع اللي مزوج مع وحده تونسيه، دارت لها نفس القضيه. الصباح كي ناضت خوات الماء في الفراش هادي لاخره، كي جات ديك الصباح عند هذيك التونسيه مرت ولدها، شات هي باغا تجربها، قالت لها، قالت لها معليش انا لا، وهذا الشيء عادي، وراه كاع الناس كبروا وحنا كاع نكبروا نوقعوا هذا الشيء، معليش انا لا. دخلت هاد الدوش، دوشت ليها، بدلت ليها الكسوه، عطيتها كسوه جديده، شدت داك الفراش، ربما قالت لها نعبوا الفراش، جابت لها فراش جديد حطت ليها، قالت لها والو ما ديرش في خاطرك. هذيك السيده بينت لها بلي زعما كان حشمت، قالت لها معليش. باتت الليله الثانيه نفس الشيء، دارت داك الماء في الفراش نفس الشيء، دوشت ليها، صوبت ليها. الليله الثالثه كذلك، ثلاث ايام جلست عندها، كل يوم الا وكان نفس المعامله الحسنه، تسلم عليها، تغسل ليها، وتمشط ليها، وتقول لها الوالده، وهذه وهذه. نهار ثلاث ايام قالت لها انا غادي نولي بنتي، راه عندي الخدامه غادي نولي، وراه وصلتني واحد الصديقه ديالي باش نشري لها شي حويجات وشي كادويات، وهاد السيده سبحان الله العظيم راه في لاطاي ديالك، يلاه بنتي معايا نشريو لها شي حويجات. مشاو تما شي محل مغربي، شراو شي تكاشات، ومشاو شراو شويه ذهب وشويه هادي وشويه هادي. البنت كتقيس والمراه كتخلص، على اساس ديك مرت ولدها كتقيس ان ديك السيده راه في لاطاي ديالها. شرات لها واحد 3000 اورو ولا 4000 اورو، لان لاباس عليها،
درتها في الكادو، عدلت لها، كتبت لها واحد الرساله، كان بغيك وهذه هذه اخره، هي كتكتب على اساس كتب لصاحبتها اللي في ميلوز. كي وصلت للدار قالت لها انا غادي نمشي، جا ولدها باش يوصلها، نعم سيدي للطياره ولا فين يوصلها ولا للكار ولا، جبت دوك الحوايج، قالت لها بنتي هذه الفريزه راه ديالك، هذه الكسوه راه ديالك، وهذا الشيء راه ديالك. قالت لها كيفاش انا اللي قلتي لصاحبتك؟ قالت لها انت هي صاحبتي وانت هي بنتي وانت هي كل شيء. قالت لها بنتي داك الشيء اللي كنت نديره في الفراش راه غير ما كنت كنخويه، وبغيت نجرب ننسى ولادي شكون اللي غادي تسترني وشكون اللي منين كبرت تكون بيا وتهلا فيا وما لقيتي غير انت. قالت لها كده، قالت لها انت اللي لقيتك، وقالت لولدها ولدي انت تهلا في مرتك وراه هي اللي تكون، وانا غادي دابا ندير تقاعد ما غاديش نزيد نخدم، راني شويه عييت وقاد لي نكمل هذا العام ولا عامين، وداك المحل انت ديك التجاره ديك تبان لي ضعيفه، وهذه روح انت نعطيك ديك التجاره كل بها. قال لها لا الوالده غير اللي طولك العمر، وهذه وهذه ما كان مشكل. ولات الميلوز، كي ولات الميلوز مشات حكات لصاحبتها هذيك الصديقه، عندها واحد الصديقه ديالها، حكات لها هذيك الصديقه ديالها حتى هي عندها شي محل ديال التجاره تمايا، تلاقاو كتحكي لها، قالت لها انا لقيت عروستيها كيفاش كيفاش كيفاش، السيده تاع هي كيعرفوها امي صافيه، امي صافيه بلي حكيمه مزيان. بقات تمشي عند الصديقه ديالها، وديك الصديقه ديالها عندها واحد الولد حتى هو كبير في عمره 45 عام، وعمرها ما قالت لهم بلي انا هذا الولد غير متبنياه غير مربياه، كتقول لهم ولدي. وهذاك الولد كيدير امام مسجد، امام ديال المسجد، انسان متدين مخلاق مربي تبارك الله عليه، واحد الجمال فيه ما كاينش. ودائما هذيك الام ديالو اللي مربيها كتقول له نوض ولدي تزوج، نوض ولدي تزوج، راك 45 سنه ولا 46 سنه باقي ما مزوجش، راه حتى الامام باش تكون امام داك الشيء. قال لها الوالده مازال ما لقيتش المراه تكون بيا. بقاو يجي تجلس مع هذيك اللي كانت ديك المراه اللي هي مو في الحقيقه، هنا في غتبدي القصه هذيك مو، وما عرفاش باللي ولدها، وهو ما عرفش باللي مو. كي جلسوا في الطابله مع ديك مو اللي مربيها كياكلوا يشربوا يضحكوا يضحكوا، داك السيد بقى يميل ليها، بقى يحس واحد الاحساس غريب من الجهه ديالها، وهي كذلك. مو قالت له واحد النهار تزوج، قال لها مريم تزوج انت الصديقه ديالك. قالت له انت ما يمكنش، صاحبتي في عمرها 60 سنه ولا تقريبا، وانت عندك 45 سنه ولا راه 15 سنه ديال الفرق ولا 16 سنه، اللي نهار ولدته كان في عمرها 15 سنه ولا 16 سنه. قالها والو، انا كنت جايه هي ما نديهاش ما نتزوجش، انايا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج مراه كبيره عليه بواحد الشيء وهذه وهذه. قالت له ودي ما يمكنش، قال لها والو نديها. قال لها يلاه معايا، مشاو عندها خطبوها، داو ليها الورد، داو ليها الكاطو، دخلوا عندها، جلسوا، قالت لهم اتاي فرحت بهم الى اخره. قال لها جينا، قالت له جي راه ولدي بغى يتزوج معك. قالت له ما يمكنش، ولدك راه صغير على ولادي، كيفاش انا نتزوج مع ولد صغير على ولادي وعنده 45 عام ولا 44 عام ولا 40 تزوج كذا، ما يمكنش. قالت لها والو ابغى يتزوج معك. قالت له انا ما يمكنش، انا هذا انا عندي واحد الاحساس مع هذا الوليد، راه انا ما يمكنش باش نتزوج به ولا ما نتزوجش. الولد قال لها صافي ما نتزوجش. ولات داك الولد، ولات فات واحد الشهر ولا شهرين، هذاك الولد ما كيعرفش يعوم السباحة، ما كيعرفش يعوم، غرق في واحد واحد لابيسين، غرق في واحد لابيسين ودخل في واحد الغيبوبة واحد المدة معينة، دخل واحد الغيبوبة. وهو دائما كان يلبس شورت كبير، كيعوم يلبس شورت كبير، كان واحد ماشي بحال دوك، ما يلبس يلبس مايو كبير يعوم هكذاك باين عليه، دار شويه ديال اللحيه. وهما على برا وهما يلغاو لها، ولدك ولدك غرق راه مات، شي وحده قالت لها ولدك ولدك في لابيسين غرق راه مات. جات دخلت تجري هي وديك صاحبتها، دخلوا يجريو لقاوه مازال كيخووه من الماء، ملي ينقلبوا على كتافه كيخووه، هي كتشوف ديك العلامه اللي في الظهر ديالو، مو اللي كان باغي يتزوج بها شاف ديك العلامه اللي في الظهر ديالو، دايره بحال القريب واحد التوحيمه. وهي ضربها الضو، وهي تفكر، وهي مشات تحت الفخذ ديال الكالبين وشافت ديك العلامه في الخد ديالو، وهي طاحت عليه وبقات تبكي، ولدي ولدي ولدي، هزوها داوها، قالوا هاد السيده راه بلت، داوها داوها للسبيطار المستشفى، قالوا راه وقع لها شي، وقعت لها واحد الصدمه، صدمت. والولد فاق، جلس واحد النهار فاق، داروا له فاق سكري، هو عاش فاق ولا مزيان، ولا يشوفها. بقات تقول هي هو دخل عندها السبيطار يشوفها، لان هي ما هي هو ما عرفهاش بلي امه، بلي صاحبه امه، هو هي دخل عندها وهي بقات تسلم عليه وتسلم على راسه، على ولدي 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 ولدي، على كتافك على رجليك على كتافك، مو حارت اللي مربيها. قالت لها مالكي مالكي شنو كاين؟ قالت لها ولدي هذا ولدي هذا ولدي، دار بحال هذا دار بحال ولدي، هذا الخلاف ولدي هذه. بقات تبكي وترجف ترجف ترجف، الناس كيبكيو. خطره وحده الام ديالو اللي مربياه اللي كانت في الحقيقه خالته، نهار مات باه ونهار تمو،
هي اللي رباته وتكفلت عليه حتى دار رزق ديالو. بقات حتى هي تبكي وطاحت عليها بقات تبكي. قالت لها علاش؟ قال لها قلت علاش كتبكي اما وهاتي تبكي؟ قالت له ولدي وقيله هذه الوالده ديالك. قالت لها شكون انت؟ داروا البحث من هنا من هنا. قالت لها انا شكون؟ شكون انا؟ ما سميتيش امي صافيه، ها شكون سميتي عليها؟ سميتي نضره ولا بدره؟ انا ها شكون ها شكون؟ ها فين كنت وها فين كنت وها فين كنت؟ وبقات تسولها وتعرفوا وتعارفوا وتباوسوا. ونات البنت قالت المراه قالت للولد هذا هي امك الحقيقيه، انا كما راك عارفه ودي انا غير بنيتك، وراك عرفت القصه ديالك امك اللي كنت غايبه وكنت كتقلب عليها ودير عليها هي هذيك. الولد كذلك طلع على امه قال لها انا كنت حاسس بواحد الشيء غريب كي كنشوفك، كانت شي حاجه غريبه. وتعرفت باللي امه وعرفها باللي ولده، وتقدمت لولادها وجمعوا الشمل ديالهم وجمعوا الرزق ديالهم وداروا واحد اكبر سوبر مارشي في ديك المنطقه وراهم دايرين التجاره. الولد ناض تمو زوجته الحقيقيه، دبرت عليه زيرت عليه زوجته، وراهم عايشين في واحد السعاده كبيره. بناو واحد المسجد، واحد المسجد في ميلوز، بناو واحد المسجد تما في ميلوز، يعني ساهموا في واحد المسجد بواحد القسط كبير، وراهم كيطلعوا في الناس تمايا. وهذه قصه ديال امي صفيه الكبسانيه والولد ديالها اللي كان باغي يتزوج بها. وهذه القصه راه واقعيه وحقيقيه. والغريب في الامر ان القصص الواقعيه وكل بحال هادشي واحد العدد كبير من التصفيح اللي ما غاديش يصدقوها، ونتمنوا التعليقات ديالهم. الا ما صدقتهاش وعرفتها بلي واقعيه اعتبرها قصه من الخيال، كيف ما بغيتوا تعتبروها تعتبروها، ولكن على الاقل دير كليكي 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 كيقولوا ابونا تابونا 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 باش نزيدكم شي قصه اخرى وزوينه وزوينه بزاف. والى اللقاء في قصه اخرى ان شاء الله. تحيه.